السلام عليكم خوتي الاعزاء، مرحبا بكم في قناتكم محمد عدن. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. رانا في ثامن فوست لابيروس. المهم خوتي، جيت انا وحبيبي ان شاء الله، انا وابراهيم. خويا ابراهيم راه عنده فلوكه، ان شاء الله نخرجوا بها دوكا ونصور لكم شويه ان شاء الله. المهم راه مطرطق البحر، على بالي فارغ، لكن دائما المهم خوتي ربي يحميكم ويحفظكم يعطيكم ما تتمناو. المهم خاوتي، كاين اللي راه في الشبك، كاين كل واحد كيفاش. بعد الفاصل سنواصل ان شاء الله. المهم صلوا على رسول الله، اخرجوا بالفلوكه ان شاء الله ونكمل لكم التصوير. المهم ربي يحفظكم. هو راه نهار زين، الله يبارك. شنو كاين؟ شويه ريح برك. المهم صلوا عليه، اللهم صل عليك رسول الله. عود هنا والعود احمد وخاوتي، صاحبي راح يجيب الفلوكه. هاوليك ابراهيم ليك، هاي نوض فيها وراح يجيني هنا يا باه نطلع، باسكو تماك راهي شويه كومبليكي. المهم رانا دايما في تمن فوست، والحصن، الحصن تمن فوست لازم تجو تزوروه خاوتي، معلم تاريخي في الجزائر من 1600، وهذيك الكازيرنا تاع البحريه. المهم الله يبارك الغاشي ما شاء الله. وشنو الناس الاكثر يروحوا برومي بلاج ليك في تمن فوست. المهم قعدوا معنا ابراهيم، هاو جاي، هاو ليك او بالقندوره. المهم صلوا هذه، هاي وصلت الفلوكه، طلعوا على ربي ان شاء الله. علاش دور اصبر شوف، شد هذه، اصبر شوف، صلوا على رسول الله. دوكا نكمل لكم التصوير. لا معليش يا بيبي، اصبر شوف، نحي 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 الباسكيت برك. انا ركبنا على بركه الله. المهم دوكا شويه كاين نخرجوا في البحر، نوريو لكم شويه على كيفاش. المهم هذه راك ما شاريه ابراهيم. المهم خلونا نستاليو شويه ومن بعد ابراهيم يعطي، ابراهيم يعطينا كيفاش واش لازم في الفلوكه وكيفاش تخرج كيفاش دير معلومات. هيا صلوا على رسول الله. تقاطع بس راهي وصلينا العصر وجينا. علاش لازم لنا واحد كيما هكذا ابراهيم ان شاء الله. وقت ما جا الخير ينفع. هيا صلوا على رسول الله. انا رايحين حراقه، انا رايحين لاسبانيا. خلاص جينا نهار للجزائر، خلاص قالوا ما قدرش نقعد، أنا رايح. والله خاوتي نقول لكم حاجة، والله غير أنا ضد الحركات تاع الفلوكة هذي، والله زعما غير هكذا منا. قلت لكم خاوتي والله غير أنا غير ضد الحركات تاع الفلوكة. شوف أنا وإبراهيم صاحبي الرايس. المهم خاوتي واحد راه غير يحوس هكذا، والله العظيم غير تحسوا. شوف 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 الموجة وراي، شوف. المهم ان شاء الله ربي يصلح الاحوال. الواحد متمني حاجه ربي يعطيها له، واللي حاب فيزا ربي يعطيه فيزا يروح، ما يحرقش، يحرق الكبده تاع ميمته. المهم صلوا على رسول الله، ندور لكم التليفون تشوفوا شويه. اللهم صل عليك يا رسول الله. ابراهيمك شوف. المهم شاطئ تمن فوست الرئيس خويا ابراهيم والطريق. ايه انا رايحين لواحد البلاصه خاوتي واسمها سيدي الحاج. هذه سيدي الحاج احنا الصغر تاعنا كاع فوتناه ثما، ودوكا على بالكم اللي يشري دار يغلق لنا جهه، اللي يشري دار يغلق لنا جهه، ولا البحر مغلوق ما تقدرش تروح له. وحنا عندنا لي سوفينير معاه، على بها رانا رايحين نضربو دورة تما. المهم صلوا على رسول الله.
ورسالة برك خاوتي الوحدة هادو خاوتي تاع الجاتسكي هادو خاوتي خويا العزيز اختي العزيزة اللي عنده لي جاتسكي ربي يهديكم ان شاء الله كي تحب تلعب بيه روح العب بيه بعيد شوف معليش هذاو يلعب بيه هنا باكل حتى واحد بس اخويا كاين اللي عنده الجاتسكي يلعب في الشط يلعب في الشط شحال من واحد مات المهم ربي يخليكم يعطيكم الخير ان شاء الله ويحفظكم اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله خاصة زين الله هذا حبيب ما وقع الكراش جاسكي هذا راح حبي يخرج قاعد دراهم ديك تاع الكريا المهم خاوتي هذه يا سيدي الحاج بالنسبه لخاوتي واحبابنا اللي عندهم بزاف ما جابش سيدي الحاج انا هاي ليك هذه هي سيدي الحاج خاوتي الصغر تاعنا كاع فوتنا هنا كنا نجو خاوتي كاين لي زوندين راك تشوف راهي معمره لي زوندين اللي كان معمره وسيدي الحاج سيدي الحاج هذه هي سيدي المنفذ تاعها كان واحد الباب اللي كاع حبيبنا شوف دا هذه الدار وعاود بناها المهم ماك تعرف وهنايا خاوتي يجو غير ولاد حومتي بنزرقا ولي زونفيرون تاع معناتها اللي يعرفوا السيكتور حنا كاع حنا كبرنا في هذو اللي روشي هذو تحيه كاع ولاد حومتي وتحيه كاع الناس اللي تعرف سيدي الحاج كانوا ثاني الحراشه بزاف يجو ولاد الحراش كان بزاف يجو لهنايا باسكو كانوا ثاني عندهم فاميلتهم عندنا وكاع يعرفوا دي البلاصه المهم بلاصه زينه ها هي سيدي الحاج ولا نوستالجي شوف الله يبارك شوف والله الحوت راه كاين ابراهيم هذا الصغير راك تشوف فيه شوف كي باسكو كي غلقوه ولا ما يجوش الناس شكون اللي هادو عباكم هادو خاوتي شكون هادو قريب اليوم هنايا كاع عندهم قلت لكم لا نوستالجي ما عندك شغل كاع راهم يجوا يتفكروا الطفوله تاعهم ابراهيم المهم خاوتي هذا هو سي وهاني كاع ولي روشي لك سيدي الحاج شوف شوف من الله يبارك صافي ما شاء الله اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله هي بحر الزين واش عمنا هنا واش عمنا هنا السلام عليكم خوتي الاعزاء مرحبا بكم في قناتكم محمد ادم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله رانا خوتي في واحد البحر جيت انا وصاحبي ابراهيم هذه هي الفلوكه تاعو ربي يحفظه المهم خوتي هذا البحر ما تقدرش تجي ليه غير اذا كنت عندك فلوكه هذا البحر خوتي واسمو بحر سيدي الحاج باش ندير هذا باش هذو اللي جا ما يبانوش هذا البحر سيدي الحاج واسمو كنا بكري نهبطوا من ديك الهبطه يا حبيبنا هذا مول الفيلاجه غلقنا والديها والمهم راك تعرف هنايا القوي ياكل الضعيف وخلاص المهم الله يبارك شوف بلاصة شابة ما شاء الله زينة هنا الصغر تاعنا فوتنا كاين بزاف الناس اللي راح دوك كان يقول لك هنايا جيت فوت صغري سيدي الحاج كانت كاينة الله يبارك شوف لي روشي الهيكاك شوفوا فيهم لي روشي ثم كنا نعوم وكنا صغار ونقطعوا من ثم خاوتي نقطعوا من الروشيات من ثم كل هنا زعما كان اللي يقطع من هنا يعرف يعوم زعما هو دوكا تشوفوا خاوتي هذو الفلايك هذو اللي راهم هنايا وكاع هذو كاع عندهم لا نوستالجي راهم حابين كي شغل يتفكروا الصغر تاعهم معناتها تسمى اللي يجي هنايا تسمى عنده لي سوفونير هنا المهم خاوتي راهي بلاصه زينه زبده وشنو تقدر تجيب العائله تاعك مثلا بصح وشنو راك تعرف هنا بزاف الشبيبه يجوا لي جام بزاف وكاين بزاف اللي يجوا هكذا اون فامي عنده لا نوستالجي معناتها البكري وشنو يجيب فاميلتو هنايا يجي يقعد شويه نص ساعه ولا يتشلبط شويه مع ولادو ولا يعاود يرفد الفلوكه تاعو يعاود يروح المهم الله يبارك راكو تشوفوا خاوتي هيكا الناس راهي كاع بالفلايك تاعها اللي راه بالجيتسكي اللي راه ب الله يبارك ما شاء الله اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله صلوا عليه تربحوا المهم ان شاء الله ندير لكم فيديوهات زينين هاو البحر راه زبده الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم صل عليك يا رسول الله
المهم ربي يحميكم ويحفظكم ويعطيكم الخير. المهم اللي عنده لي سوفينير في هذا البحر يكتب لنا تعليق. حنا ولاد الحراش بكري هما اللي كانوا معناتها. حنا كي نقولوا حنايا ونسكنوا حنايا، حنا نسكنوا في مدينه وتسمها بنزرقه، يقولوا لها حراقه قدام درقانه. وهذو الجوايه هذو كاع كانوا يقدروا يجيعوموا هنايا، لانه بحر تاع لي زوندين راه منا، والبحر تاع تامنفوس لابيروس راه منا. حنايا كشغل جايين في، حنا كنا صغار عقليه كرابا. عقليه كرابا تحب تجي تعوم غير وين كاين الاخر. الله يبارك، قلت لكم خاوتي كاينين الناس عندهم ماتريال خشين ثاني. الله يبارك ما شاء الله. هاو ديك حبيبنا بالفلوفه بالبابور القادر والجامع المسجد الاعظم، ماشي الاعظم، المسجد الكبير. المهم بلادنا زينه خاوتي. المهم برك انا واحد نزيد نعطيكم واحد برك، يرحم والديكم نقو. هاو ليك هذا مول البابور، ان شاء الله يكون يشوفني. ها هذا مول البابور جا، راك تشوفوا حاشاكم الزبل اللي راه فوق البحر قاعد تاعو. جا رمى هنا زبلو، احشم على روحك والله غير عيب. نورمالمون تجي تنقي يرمي. المهم ربي يهديه ويهدينا ويهدي أمة سيدنا محمد. المهم صلوا على رسول الله، نبغيكم ونموت عليكم، وربي يحفظكم ويعطيكم ما تتمناو. الله في روحتيكم، ونتلاقاو في ساعة زينة يا ناس زينين. إن شاء الله إلى بحر آخر، إلى مكان آخر. كاين الناس بزاف يحبوا الأماكن هذه الخلوية هذه، لكن خاوتي من فضلكم اللي يجي ماذا به ينقي بلاصتو ويسقم بلاصتو، ما توسخش. نتايا مثلا كي تجي ماذا بك نتايا نظف قبل ما تقعد، ومن بعدها كي تكمل رفد ثاني الوسخ تاعك وديها معك باش تخليها نظيفه كما لقيتها. المهم ربي يحميكم ويعطيكم الخير. فلا في روحتكم، صلوا على رسول الله، ونتلاقوا في ساعه زينه ناس زينين. سلام. خرجنا من سيدي الحاج. سيدي الحاج بقى على خير، هذه اليامات ان شاء الله نشوف كيفها نجيبوا الجروب تاعنا الحبايب ونجو نديروا فيها شويه ان شاء الله هنايا. اخويا وهاديك لي زوندين، الناس اللي راهي متوحشه لي زوندين. هاوليك الله يبارك ما شاء الله. وشنو او على بال الله انا راني من ابراهيم ما تكسرش راسك. لا الله يبارك. هاديك الفلوكه اسمع، البابور يعوم وحده. ها وحده خويا، الله يبارك ما شاء الله. اول راهي منظرة رائعة جدا. شوف وي شحال شابة، الله يبارك ما شاء الله. أو المسجد الكبير. المهم حبينا نضربوا دورة، خويا إبراهيم حبي يضرب بينا دورة، ربي يحفظه. صبروا برك شو ندور لكم. هذاك قلنا خويا من لابيروس تا من فوس سيدي الحاج لي زوندين، ومن بعد تجي هنايا هذه الروشي بلا. انا بزاف ولاد حومتي ثاني يجوا يصيدوا الروشي بلا ثاني. شاطئ محروس، لي زوندين ماشي محروس بصح محروس، بصح ما كاينش لي بومبي. كاينين مالا كاين ابراهيم صاحبي يعرف خير مني. خلاص هايلك صح هاي البراكة تاعهم صح، هاي الحجرة وهذه روشي بلا الحجرة هاي ليك. ابراهيم وهذيك واش اسمها؟ هذه مارينا كلوب. ايوا ومن بعد مارينا كلوب هنايا هذيك برج البحري، هذيك اللي تشوفوا فيها ليها، هذه برج البحري، هذا وقع تقريبا برج البحري ليها، هذا فاطمات. الله يبارك ما شاء الله.
بلادنا زينه ولا بلادنا زينه وشنو غير نقيوها برك شويه خاوتي نقيوها برك شويه خاوتي والله ما شاء الله هذا ابراهيم هذا وشنو هذا تاع ليسونس هذا ولا يمشي به الموتور هذا ليسونس الله يبارك وهذا المقادف هذا اونكا او يحبس لك الاخر بعيد الشر بعيد الشر اوه الله يبارك ما شاء الله شوف شوف ما شاء الله تبارك الرحمن ما على باليش اذا خاوتي الصوت ولا راه يدخل ولا بصح ما عليش المهم خاوتي منظر رائع جدا 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 يهبل المهم بصحتنا وبصحتكم خاوتي المهم ضربنا بكم دوره خفيفه وان شاء الله المره الجايه نروح الاماكن اخرى ان شاء الله ونزيدوا نصوروا لكم ما احسن شوفوا خاوتي تم فستاني من نايت بان لابيروس الله يبارك ما شاء الله انا رايحين لا لا للشمس ديرك الله يبارك ما شاء الله المهم خاوتي صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وكي تزيدوا نلقاو حاجه اللي لازم تتصور نصوروها لخاوتي ربي يخليكم ويحفظكم ان شاء الله المهم اللي ماش مشترك يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم الجديد رانا مولين لابيروس ان شاء الله نتلاقاو في ساعه زينه يا ناس الزينه صلوا عليه والسلام عليكم.